نجيبة حياة مصممة كويتية أثارت ضجة في الأيام الماضية بعد كشفها عن إصابتها بفيروس كورونا وانتشار فيديوهات لها من داخل مقر الحجر الصحي. هاي عدتكم، شخباركم؟ معكم نجيبة، الوجه الجديد للكورونا فيروس بالكويت للأسف الشديد. أول شيء خل أخذكم على جولة حول مملكتي حق هالأسبوعين إن شاء الله ومو أكثر. يا رب يا رب بعد مساعدتي. هذا الحمام كل شيء وايد كشخة، واو عجيب. مشكورين. أبي أشكر بس وزارة الصحة وحكومة الكويت على كل اللي سوتها لنا. أوكي، فيتاميناتي. ومن الكويت تنضم إلينا عبر سكايب المصممة الكويتية نجيبة حياة لرواية قصتها مع فيروس كورونا. أهلا فيك معنا يا نجيبة، طمنينا أول شيء على صحتك. أهلين، الحمد لله أنا بخير، بس بقت معي كحة بسيطة، بس إن شاء الله يعني إن شاء الله بيفحصوني مرة ثانية بكرة وإن شاء الله يطلع نيجاتيف وأقدر أطلع من الحجر بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. نجيبة، أنت صار لك قديش الآن في الحجر؟ صار لي 6 أيام الحين في الحجر. 6 أيام، طيب وأنت كنتي كيف يعني حصلتي على المرض؟ هل عرفتي أو أخذتي العدوى؟ لا، ما اقدر اعرف، ما اقدر اعرف متى بالضبط صابني المرض. في حتى احتمال انه صابني بالكويت او قطر بالدوحه او في عده مطارات في فرنسا سويسرا، كنت مسافره حق شغل وعيد ميلاد، فما ادري صراحه، ما ادري متى صابني المرض. طيب اي بس نجيبة، انت قلتي انك انت ما كانت عندك اي اعراض. كانت عندي بعض من الأعراض بس خفيفة جدا، فما أدري صابتني أعراض مثل رجفة خفيفة وعوار بطن لما كنت في الدوحة، بس ما كنت أدري، بس أخذت حرارتي وما كان فيني حرارة أبدا، أخذت حرارتي 15 مرة لأن كنت خايفة أنه ممكن أنه يكون كورونا، بس بعد يوم واحد ما حسيت بولا شيء، كنت عادية. بعد 10 أيام لما كنت في فرنسا حسيت كحة بسيطة مثل خشونة في بلعومي، وبعدين تحولت إلى كحة جدا جدا بسيطة. لما رجعت الكويت بعد ما فحصوني في مستشفى جابر، رجعت البيت في الحجر المنزلي، حسيت بتعب شديد في كل عضلاتي وعور راس قوي، وهذه الأعراض ظلت معي لمدة يوم واحد فقط. اليوم اللي بعده تقريبا كنت رجعت back to normal يعني. أيوة. ما شيء. إن شاء الله يتمم عليك الشفاء نجيبة. أوصفي لنا كيف الحياة في الحجر، كيف بتقضي يومك، كيف المتابعة الطبية؟ الحمد لله المتابعة الطبية وايد زينة، والحمد لله أن للحين بالكويت عندنا للحين عندنا كاباسيتي، عندنا محلات بالمستشفيات لكل المرضى اللي يحتاجون عناية. بس يعني أرجو كل المواطنين يحاولون يعني كثر ما يقدرون يقعدون في البيت وما يتحركون، لأن التحرك من البيت مهما أخذتوا بالكم، مهما يعني حتى لو لبستوا كمامات، حتى لو تلبسون جوجلز كفوف كل شيء، هذا ما راح يحميكم 100% من الفيروس. الشيء الوحيد اللي راح يحميكم هو انكم تقعدون في البيت في الحجر المنزلي. وكيف بتقضي وقتك نجيبة في الحجر؟ اقرا كتب، اشاهد برامج على التلفزيون، على التلفزيون وعلى نتفليكس، أكلم عائلتي وأصحابي اللي همهم كلهم بالحجر. عندي كثير من أصحابي إيطاليين، فكلهم في الحجر المنزلي معاي، وأكلم بعض من الجيران هني في مستشفى جابر، ورد على كل رسالة اللي وصلتني على إنستغرام بهالفترة. ما توقعت أبداً إن الفيديو اللي نزلته راح ينتشر لهالدرجة، يعني هو راح ما كنت أدري أصلاً إن أنا كنت أول واحدة أنشر الخبر من مستشفى جابر. طيب، على العموم نحن بنتمنى لك الصحة والعافية، وبنشكرك جداً على هذه المداخلة ومشاركتنا قصتك، كانت معنا من الكويت المصممة نجيبة حياة. شكراً لك.